بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، ما زلنا ننظر في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. We're still looking and studying the names of Allah سبحانه وتعالى and His descriptions. أسماء الله يا إخوتي في الله أعلام وأوصاف، أي بمعنى أسماء وصفات. The names of Allah سبحانه وتعالى, they're actually names, أعلام, علم, وكذلك أوصاف, their description. فمن حيث كونها أعلاما هي مترادفة, نعم, لدلالتها على مسمى واحد. As far as its names, they are synonyms indicating one thing. فالحي والقيوم هو الله، والرحمن الرحيم هو الله، والعزيز والحكيم كلها ربنا سبحانه وتعالى. All of them, they are Allah. نعم. وتعدد الصفات لا يلزم تعدد الذوات. Just because somebody has different descriptions, that doesn't mean that it's different people or different things. نعم. وأما الاسم هو كذلك يا إخوتي في الله يتضمن صفة. كل اسم لله سبحانه وتعالى يتضمن صفة. Every name that Allah سبحانه وتعالى has is described with the meaning of that name. نعم. فمن حيث الأوصاف هي متباينة. نعم. مختلفة. As far as descriptions, then they're different. من حيث الأعلام والأسماء مترادفة. As far as names, then they all indicate one. ولكن من حيث الأوصاف فمتباين. والله سبحانه وتعالى له أوصاف عظيمة. نعم. هو حكيم وحكمته على كمال الأكبر. نعم. وهو قوي. من كان اسمه قوي فهو يقوى حقيقة. من كان اسمه عليم فهو يعلم حقيقة. من كان اسمه بصير وسميع فإنه يبصر وإنه يسمع حقيقة. If his name is Sami', the all-hearing, he really hears. He actually hears. When كان اسمه بصير, his name is بصير, he sees. And if his name is القوي, the strong, and he has strength. نعم. إضافة إلى هذا, الله سبحانه وتعالى يبين في كتابه الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. When الله سبحانه وتعالى ليس له نذير, there is nothing like him, and he is the all-seeing, the all-hearing. والله سبحانه وتعالى يقول ولم يكن له كفوا أحد, لا يكافئ شيء, there is nothing like him. ويقول ربنا سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا أي مثيلا. وهذا استفهام, هل تعلم له, يعني لا تعلم له مثيلا, هذا استفهام يفيد ماذا؟ النفي. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala, he says, هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا? Do you know anything similar to him? ففي هذه الآية إخوتي في الله يبين الله سبحانه وتعالى أن صفاته على وجه الكمال. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala explains that his descriptions is on the highest level. كيف ذاك؟ فقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو يسمع ويبصر, لكن كثير من المخلوقات يسمع ويبصر. نعم. بني آدم يسمع ويبصر, حتى فيران يسمع ويبصر, حتى الفيل, حتى النمرة. نعم. الأسد يسمع ويبصر, ولكن سمعه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى, وبصره ليس كمثله شيء. نعم. وقوته ليس كمثله شيء. نعم. فصفاته على الأكمل الوجه. نعم يا إخوتي في الله. الله سبحانه وتعالى he explains that there's nothing like him, and he's hearing and he's seeing. But other than Allah can hear and see. نعم. An elephant can hear and see. A tiger can hear and see. Human beings and animals can hear and see. But when Allah سبحانه وتعالى says there's nothing like him and he can hear and see, then there's nothing like his hearing. Nothing is like his seeing. Nothing is like his strength. فأهل السنة يا إخوتي في الله يثبت
لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه. نعم. وينفي عنه سبحانه وتعالى ما نفى عن نفسه. We أهل السنة, we affirm to Allah that which he affirms for himself. نعم. And we negate from him that which he negates from himself. نعم. فهناك أناس يثبت لله أسماء ولكن ينفي الصفة. نعم. فيقول هو السميع بلا سمع. وهو بصير بلا بصر. وهذا كذب على الله. نعم. There are people ينتسب إلى الإسلام. They affirm for Allah the name, but they negate the description. They negate the description. ويعتقدون أنهم إذا أثبتوا الصفة لله شبهه بخلقه. ولكن ليس كمثله شيء. وليس كسمعه شيء. وليس لبصره شيء. نعم. They are those that affirm the name for Allah subhanahu wa ta'ala, but they negate the description of Allah. They just say his name is Sami', but he doesn't hear. And his name is Basir, seeing, but he doesn't see. And they feel that if they attribute seeing and hearing to Allah, then they make him equal and like his creation. But it's not. That's not the case. وَهُنَاكَ أُنَاسٍ آخَرُونَ يُثْبِتْ لِلَّهِ سَبْعَ صِفَاتٍ فَحَسَبْ وَهُمَ الْأَشْعَائِرَةِ. Now, they only affirm to Allah 7 descriptions. وَلَكَنَ الْحَقِّ يُقَالْ يَا إِقْوَتِي فِي اللَّهِ نُثْبِتْ لِلَّهِ مَا أَثْبَتَ لِنَفْسِي. We affirm to Allah everything he affirms from himself. وَنَنْفِي عَنْهُ. We negate from him what he negates from himself. نعم سبحانه وتعالى. فنكتفي بهذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا من ديننا. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا